تعالوا بقى من دلوقتي من 3 يناير كل يوم كده نقول مع بعض ميعاد انطلاق كأس الأمم الإفريقية في 13 يناير. عايزين من يوم 3 ل 13 نفكر الناس بأغلى الألقاب اللي فاز بيها منتخبنا المصري على مدار أكتر من 60 سنة من انطلاق نهائيات الأمم الإفريقية. لحظات تاريخية عاشتها أجيال، جيل كان بيسلم جيل، لعيبة بتسلم لعيبة، مدربين إداريين، وقبلهم طبعا جماهير كبيرة عاشت وشافت الحلم، نجاحات، إخفاقات، انتصارات، انكسارات، لحظات صعب عشناها وبنمر بيها وهنعيشها، لحظات كانت سعيدة، أهداف ما بننساهاش محفورة في الذاكرة، نجوم وأساطير كتبوا أسمائهم بحروف من ذهب وما زالوا في ذاكرة جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها. حكاية 7 ألقاب فاز بهم منتخبنا المصري بدأت من سنة 1957، بعدها 1959، وبعد كده 86، 98، وطبعا ثلاثية 2006 و8 و10 الشهيرة اللي ما بننساهمش أبدا. النهاردة هبتدي معاكم حكاية سريعة، وهي حكاية كأس الأمم الإفريقية، نفتكر بيها سريعا كده مع الجماهير أول بطولة سنة 57 لكأس الأمم الإفريقية. البطولة دي أقيمت في السودان، شارك في البطولة 3 منتخبات فقط بعد انسحاب جنوب إفريقيا وقتها، وبعد القرعة تأهلت إثيوبيا للمباراة النهائية بدون لعب أول مباراة. أول مباراة المنتخب مصر وقتها لعبها أمام السودان، وكانت في الدور نص النهائي، وفاز الفراعنة بهدفين مقابل هدف في المباراة، وأقيمت يوم 10 فبراير سنة 1957. بعدها في المباراة النهائية أقيمت يوم 16 فبراير، فاز على المنتخب الإثيوبي بأربع أهداف نظيفة وحقق اللقب، وأحرز أهداف منتخب مصر 6 في المباراتين. الكابتن الكبير محمد دياب العطار الشهير بالديبة أحرز 5 أهداف، والكابتن رأفت عطية هدف وحيد، وتوج منتخبنا المصري وقتها باللقب الأول ليه في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. خلوني أفتكر معاكم ونعيش مع بعض الذكريات أول بأول، ونروح مع بعض لتشكيل منتخبنا المصري في نهائيات كأس الأمم. كان مكون من براسكوس في حراسة المرمى، كان بيلعب لفريق القناة وقتها، ومعاه طبعا كل من الكباتن الكبار محمد الديبة، علاء الحمولي، رفعت الفناجيلي، حنفي بوسطان، نور الدالي، رأفت عطية، حمدي عبد الفتاح، مسعد داوود، سمير قطب، إبراهيم توفيق، وطبعا تحت قيادة فنية للمدرب المصري الكابتن مراد فهمي. كلهم أسماء شايفينها مع حضراتكم على الشاشة والصور والذكريات، أسماء كبيرة. الأسماء دي صنعوا أول بطولة لمصر في كأس الأمم. مين هينسى نور الدالي اللي كان رئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك بعد كده، ولا حنفي بوسطان، ولا رفعت الفناجيلي، ولا الحمولي؟ كلها أسماء كبيرة قوي ونجوم وأساطير. بس دايما كده بنحب نفكركم ونسلط الضوء ونفكر الناس بأول بطولة وأول قايمة صنعت أول إنجاز في نهائيات الكان. يا رب بنتمنى دايما الأجيال تفضل مستمرة في صناعة التاريخ، ونفضل فرحانين وفخورين بمنتخبنا المصري الدائم، حتى لو كان في إخفاقات في بعض الأحيان، حتى لو ما كناش موفقين في بعض المباريات، حتى لو وصلنا لنهائيات في بعض الأحيان والحلم ما اكتملش في أكتر من مرة وفي أكتر من مناسبة، ولكن لسه الأماني ممكنة، ولسه الحلم مستمر، ولسه عايزين نعيش الحلم أكتر من مرة، ولسه عندنا ثقة في منتخبنا المصري وفي الجيل الحالي. بنتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح وكتيبة الفراعنة بإذن الله في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.